بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مشاركة مقل في مناسبة طيبة مباركة، وهي ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، سائلا الله تعالى أن ينفعني بها وأن ينفع بها من سمعها. ولعل هذه الكلمة تكون بعنوان المواطنة وأثرها في حفظ الأمن. الحديث عن الوطن حبا وعمرانا وحفظا وأمنا حديث ذو شجون، وكذلك هو أصل من أصول الشريعة وقاعدة راسخة من مقاصده. فإن حب الوطن من الإيمان، وحب الوطن كذلك أمر فطري تشترك فيه النفوس كلها على اختلاف أديانها وأطيافها واعتقاداتها. وقد جاءت شريعة الإسلام مقررة لهذه الفطرة، ومن تتبع كتب السير والسنن والآثار وجد فيها عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما يدل على ذلك. من ذلك ما ذكره السهيلي، ولعله السهيلي أو السهيلي، في كتابه الروض الأنفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هلت عليه بشائر الوحي والتقى بورقة بن نوفل، قال له ورقة: إنهم لمخرجوك ومكذبوك ومؤذوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال السهيلي معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: تأمل رحمك الله، فهذا دليل على حب الوطن وشدة أمر مفارقته على النفس. فإن ورقة لما قال له إنهم مكذبوك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم لما قال له ومؤذوك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن حين قال له ومخرجوك تحركت نفس النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخروج، فتحسر وتألم فقال: أو مخرجيهم؟ انتهى كلام السهيلي. ومن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا المعنى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ومن ذلك أيضا ما ورد في كتب التاريخ وذكره في تاريخ مكة الأزرقي، في تاريخ مكة، أن رجلا من أهل مكة اسمه أصيل حين جاء المدينة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف عهدت مكة يا أصيل؟ فقال أصيل: أعهدتها قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها وأعذق إذخرها وأسلب ثمامها وأمشر سلمها،
فتحركت نفس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حسبك يا أصيل، حسبك يا أصيل، لا تحزننا. وفي رواية: دع القلوب تقر. وذلك لأن أصيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمراتع صباه صلى الله عليه وسلم، فلذلك تحسر وتألم حين ذكر له ذلك. ومما يذكره أيضا الذهبي رحمه الله تعالى عن محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في أول كتاب السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فقال: كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب جبل أحد، ثم عدد ثم قال: وكان يحب وطنه صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك كان أمر الوطن أمر عظيم، كان أمر الوطن أمرا عظيما، والتغرب عنه والبعد عنه وقعه في القلوب ربما كان كوقع القتل. لذلك انتزع أو استدل أهل التفسير من قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، استدل الأصوليون من ذلك أن القتل صنو الخروج من البلد أو الخروج من الوطن، فقالوا، أي قال المفسرون: قرن الله تعالى بين الجلاء من الأوطان والقتل فجعله صنوا في الأذى. لذلك من العقوبات التي أتت بها الشريعة النفي والتغريب في حق الزاني لعظم الجرم، أيضا ناسب كذلك أن تأتي العقوبة على قدر هذه الجريمة، فجعل النفي والتغريب. وجاء في بعض الآثار: الخروج عن الوطن عقوبة، وهذا حق. فتأمل رحمك الله، ربما سافرت لغرض لسياحة أو لتجارة أو لاستشفاء أو نحوه، ربما غبت شهرا أو شهرين، فإنك تشعر بالألم وتشعر بالحزن لفراق وطنك، مع أنك ربما تكون في ربوع خضراء وربوع جميلة، ومع ذلك فإن المرء يحن إلى وطنه وإلى بلده وإلى مراتع صباه، حتى وإن كان في جنة من جنان هذه الدنيا. ومن لطائف ما ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه عن حب الأوطان قوله: لولا حب الوطن لخربت ديار السوء، لولا حب الوطن لخربت ديار السوء. ويعني عمر ها هنا ديار السوء، أي السيئة المعيشة، كالصحاري والأراضي الجرداء، والآن يعني الأراضي التي يعني فيها ثلج كثير كالإسكيمو ونحوها. فإنك لا بد وأن تجد من يسكن هذه الديار وهذه الأراضي على سوء معيشتها، سبحان الله العظيم. وما حملهم على سكن هذه الديار وهذه الأرض السوء التي لا خير فيها إلا حبها، حبهم لهذه الأرض، إلا حبهم لهذه الأرض. ومن تتبع كتب الحكمة وجد أيضا شيئا كثيرا في ذلك. ولعل من لطائف أيضا من اللطائف التي ينقلها
الجاحظ أو نقلها الجاحظ في رسائله أنه جعل بابا في فجمع فيه أسماء خلق كثير من أنبياء وعلماء وأدباء وأعيان وغيرهم ممن حملتهم ظروفهم على ترك أوطانهم، لكنهم أوصوا أن تحمل أجداثهم بعد مماتهم لتدفن في أوطانهم، فجعل بابا جمع فيه من أسماء العلماء والأنبياء والأعيان، كل ذلك لأن المرء يحن إلى وطنه، وإن حملته الظروف على ترك داره، فإنه ربما أوصى أن يدفن في الموضع الذي نشأ فيه أو في موطنه، وغير ذلك من الأحاديث والآثار. والشريعة لم تكتفي بإقرار هذه الفطرة، لكن الشريعة أيضا أحاطت هذه الفطرة وهذا الحب، حب الأوطان، وشرعت لهذه الأوطان حقوقا وواجبات، ولعل والحقوق والواجبات كثيرة، لكن لما كان المقام أو هذه الكلمة تتعلق بالأمن وأثر هذا الحب، حب الوطن على الأمن، لعلنا نذكر أعظم هذه الحقوق والواجبات، وهي نعمة الأمن والأمان. وأعظم بها والله من نعمة، وحسبك ما قصه الله تعالى علينا في كتابه على لسان إبراهيم عليه السلام حين قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. والأمن عند أهل التفسير هو عدم الخوف مطلقا، بمعنى أن يأمن المرء على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى داره وعلى أبنائه، هذا المقصود بالأمن في قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقهم من الثمرات. لكن تأمل أن إبراهيم عليه السلام حين دعا قدم في دعائه الأمن قبل الرزق، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا ثم وارزقهم من الثمرات، وذلك لأنه لا طيب ولا هناء بأي رزق مع وجود الخوف، وهذا حق. لذلك امتن الله تعالى على أهل مكة في قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه نعمة ينبغي شكر الله تعالى عليها، ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها وأن نحمده تعالى عليه. ولابن عاشور، للطاهر ابن عاشور أيضا في هذا المقام توجيه، يعني في تفسير هذه الآية تفسير لطيف، يقول: لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة، فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الدنيا، ويقتضي العدل والعزة والرخاء، إذ لا أمن بدونها، وهو أي الأمن يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع. فإن الأمن والأمان من أهم دعائم المجتمع والمجتمعات، فلا استقرار ولا نهضة ولا رقي لأي بلد ولأي وطن بلا أمن،
ولا يمكن أن تؤمن السبل وأن تقوم التجارات وأن تصلح أحوال المعيشة أيضا إلا بالأمن والأمان. ولعل أعظم ما يعين على المحافظة على الأمن والاستقرار، أعظم ما يعين على الأمن والاستقرار في الأوطان هو التآلف والتكاتف بين الإمام والرعية، وذلك بلزوم طاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل. لذلك لا تعجب حين يجعل أهل السنة أصلا من أصول عقائدهم هو طاعة الإمام في غير معصية الله ولزوم جماعة المسلمين، فإن كل من ألف في علم العقائد جعل هذا الأصل أصلا متينا من أصول أهل الإيمان ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن يطيع طاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم. ونصوص الوحيين من الكتاب والسنة شاهدة بذلك. يقول عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن تيمية في تفسير هذه الآية: أولو الأمر هنا هم الأمراء والعلماء، وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والغل هنا في هذا الحديث بمعنى الحقد، بمعنى لا ينبغي لمسلم أن يحقد إذا أمر أو إذا حث على هذه الثلاث: إخلاص أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يناصح ولاة الأمر، وأن يلزم جماعة المسلمين ولا يخرج عليهم. وجاء في رواية: يغل ثلاث لا يغل عليهن. وقالوا أن هذه الرواية بمعنى الخيانة، أي بمعنى ثلاث لا يحل ولا يجوز لمسلم أن يخون فيها، وهي هذه الثلاث: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وذكرنا فيما سبق أن أسلافنا عنوا في كتبهم، في كتب العقائد، على تأصيل هذا الأصل وعلى التأكيد عليه وعلى بيان أهميته، وأن لزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. واسمع إلى ما يقوله زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا والآخرة، وبها ينتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه. وهذا المنقول عن ابن رجب حق لا مرية فيه، ولو لم تأتي هذه النصوص والآثار وأقوال أهل العلماء لكان حسبنا ما نشاهده ونلاحظه وما نعاينه
سواء في حاضرنا هذا أو ما تنقله أو ما ينقله أهل التاريخ، وهو أن الخروج على جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة للإمام مدعاة إلى انهيار الدول وإلى انهيار اقتصاداتها، وكذلك إلى انهيار الأمن المجتمعي وغير ذلك، ومن غير أن نذكر البلدان، لكن حسبك أن تتتبع إلى بعض هذه الدول التي ابتليت بهذه الفتن ونحوها. لذلك كان التكاتف والتعاضد والتآلف بين الإمام والرعية وبين العلماء وبين عوام الناس وطلاب العلم هو من أعظم ما يعين على حفظ الأمن والأمان. هذا، والله تعالى أسأل أن يمن علينا بالأمن والإيمان، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.